على انا حتى انا ايه وانا انا زيت انا وعلش مش انا انا ماشي كيفي انا انا عوج الناس والكمباس خلوني عامل عساس انا هذا يسيح وهذا يسيح وربي يعلم بالصحيح هذا غلطي ما يشابت وهذا ما يعرفش مليح مسكين اللي ديما ساكت لا يعرف قاعدة ولا شطيح أنا أنا عوج الناس والكمباس خلوني عامل عساس أنا برشا ومش ناس ناس عيد الخطف في الكباس وبختي هدي ما خرينا ايش يرضي بنت الناس واش يرجع الغضبانة انا عوج الناس والكمباس خلوني عامل عساس انا هذا انا انا ومالا انا حتى انا ايه وانا انا زيت انا وعلش مش انا لا تتاشي كيفي انا انا ولا صغار وزيد التاكسيات الكل تقطع حتى تعدى واحدة تلقاها معبية السيد غاديك يوقفني يأس بيقول عنده تاكسي ينقذ ويجي خويا بالله تعطينا شربها استنى ساعة انت تلوج على التاكسي لا يا خويا انا عندي صاحبي نستنى فيه غاديك هاي بيه بارك الله فيك عايشك يا خويا بلاش خالد عليه عليه هكاك الماكل انا ناخذ بيه راسي ما خلتنيش طرف كي نعطش نشربو عليه يا خويا سامحني ما نعملش سخانه وقت شوف السمش عملت فيا هاكي هكا بيسالش انت يبشر انت يبشر حتى كي نقعد عطشان باقي انت يبشر وفوق من الكل ماكش تسحب فيا في شدان تاكسي اللي عملت مبروك اسمح اسمح علاش كيفاش علاش قعدت في السمش انا وعلو قعدتك شرتلة ايش ارتاح في بلاصتك تفضل ارتاح عليك ليه؟ هاي توكيت تعادل تكسير نشد بهرك انا استنيت ربي كثر منك الناس وربي يرحم والديك وبارك الله في اللي يكبر ووصل ها ولاد الوصول اعطيك صحة زيد اجي تكسير اقعد انا ما تحركش حتى نجيب لك التكسي باهي مش خد التاكسي لي انا ما فهمتش وقتاش باش نولي مهفنا كي الاخرين هذا عاد قال له مسكتو عمل لي ديزونا دابوزه بيبرد تعمل كيف وكمان هاب تاكسي عداها عليك ولاد طوى مذيبه يا حسره على تربيتنا احنا الواحد يبدا اكبر منك بليله اتبجلوا وتشدوا تاكسي قبلك ما عداش عليا انا ما عدي عليا حد انا فهمته من الاول اما قعدت جاري فيه للاخر بالعاني باش يتربى وياخذ عبره ويقعد ضميره ويوبخ فيه كيفاش ما بجلش واحد اكبر منه يعطيك الصحه وبارك الله فيك نعم الدرس اما بالمناسبه حبيت نقول لك شوف تغزل انا تغزل راني اكبر منك شويه يا حسره هذاك قبل اما من توا تبداش بالعكيه زاك شايف وفمك طايح انت
وما يجيكش عجب بولودين فرد ليله. باه مادام طلعنا نداد معناها فهمنا بعضنا. قول لي وين قصد ربي؟ راه مش ناس نيس بالكش يطلع فرد ثنيه فعاد ناخذ زوج تاكسيات ناخذ تاكسي واحده ربح للفلوس وربح للمستنيه. هاك جد الصحيح هذا كلام معقول. توا نتفاهموا مش قبيله تقول لي انا اكبر. استنى ساعه ثم واو في الحكايه. ايه وكي طابت انت قبل ترسيلي انا خلص التاكسي. حسره. باه يا سيد اهبط انت الاول وخلص الكورزه نتاعك وانا نتقبل بالباقي. باه شي هك هكا تفهمنا. ملا وين قصد ربي؟ الريانه الريانه. اي 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 خساره ماناش فرد ثنية. انا ماشي للرابطه عندي موعد مع الطبيب كلاويه عامله فيا. ربي يفرج عليك نعرف داهم مر الكلاوي. اما انت هاو ظهر فيك لاباس. تفريحك يا علي. اها تاكسي. الله غالب عليك بعد اللي طلعنا مش فرد ثنية. استنى عايش خويا دقيقة استنى. تحيروا قوم 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 نعرفهم راه نعرفوا جعتهم. اي امشي للسبيطار مش لازم لاخوها التاكسي برا انت برا. انت امشي شكروها كملي معنا شوف معنا شوف. راني ندوخ باش ندوخ باش ندوخ باش ندوخ. عايش خويا عايش خويا ديريكت للسبيطار. يا الكلاوي تحيروا عليه يرحم والديك. كريس كريس لا حول ولا قوة الا بالله. مسكين راسي ولا وجيعه وجوجي ربي معاه. يا خويا استنى استنى وين هازوا الراجل مجوع؟ هز بيطار منا. لا لا بارك الله فيك لاباس عليه الحمد لله الكريزه تنحى ولا قصد ربي سيدي بوسعيد. هيا في الامانس. هيا الحمد لله عليك لاباس. هكا هي الكريزه الكلاوي يركب في تاكسي توفى سمعت عليا. سميت هذر يعطى علي على خطر خاف سيدي بوسعيد عرفتو. تعرفش كيف انا باش نربي روحي ملي وبعد نكلم حتى حد ونمشي ونمشي اللي بيانا نسقايا اعطي ملي وتبعت ما يهمنيش. عملتها بيدي قالك سقايا ولي وتباطر هذا ما تستيره. ايه هكا مش واحد بعد شي عدي عليك وش نهارك انا دي تاكسي هو يفصل بيها تستيره. ايه هذي خط ايه ازمان ترتيح هذي. ايه ايش بش طلعني دولك الدروج عادة. ايه سقايا يا وليدي يا ششمك وليدي يا ميمتك امراه كبيره عاد قلت تشد لي شي تاكسي. اش قلت حاجه؟ تاكسي. سلمت سلمت بالتاكسي وطلع تاكسي. تاكسي ومازال وحدي خبطت انا تاكسي تشوف الصعب. ناخو بخاطرك خلبتي في هذية أما ما يحس الجبرة كان روح تحفظ عليها روزيت. قلت لي بلا أرحب لي شد لك تاكسي. أوزل لي حاش أنا هاني خلطت هاي قدر فوق تحبشي تطلع بحذانا أما يمتي تبرد حالتك وتفطر معانا. راهي المرأة حضرت لي الفطور هكا قام قوم وبعد دخر العشية نهبط معاك أما يمتي وشد لك تاكسي يساعدك شي هكا. وليدي واش خاصني واش خاصني اما فوق الحاج وليدي راجلي يستنى فيا على الفطور توا 50 سنة ما يفطر كان انا قدامه. وليدي يجعل منك خذ لي التاكسي يجعلك وين تقبل تربح كي تحكمت هكا الله يبارك.
هكا باش ما تقولش ما يخوش بخاطر الكبار. ليه عيس بعد فيه عيس بعد فيه هاي مشو نقعدوا غادي في الظل التاكسيات يتعداو منا ديما. هاي هاي سيد سيد شد فيا شد فيا بس معينا بابا بابا مسقية انا بس فيا لازمني على فاطفة فمديعي عاد لا بس كل واحد وبشكله هاتوا يتعداو شد هكا شد هاي قل لي يا حاجة انت وين ماشية؟ انا ماشية وسط المدينة بحذا المرشي. هيا بيك هيا قريب تاكسي. السلام عليكم. بربي امك الحاجه ماشي وصل البلاد. انا هاو قريب من اي وصل البلاد بعد المرشي. لا نحكم كوي كان بوليو انا. سامحني عندك الحق. هذا مسكين طلع ماركة بوليو ممنوع عليه وصل البلاد. ربي عينه. الله غالب وليد الله غالب. انا ما يمديك قدت ليا الكل نمشيها على شقية. اما وين هاك تشوف القبر اللي جديه خيال. تاكسي استنى ولدي استنى. هاو هزوما الصغار تاع توا اللي ما يخذوش بالخاطر تاع الكبار. هاو كراني كي عيطت له هو التاكسي وقف لي انا هو هزوه مشى. وعد ربي الكل هم كيف كيف وليدات توا. يا ما انت وليدي نقص شويه نقص اشنو باش نبات انا هوني ما ناخذش تاكسي على خاطر سيحتك برميل ما تعجبش تتحرك. هزوما هاني شديد ما تراش فيا نتكلم فيه. انت انا شديتو قبل. ليه يا بابا انا قبل. عليك عايش خويا شكون يوقفك قبل؟ قلو شكون قبل انا ولا هو؟ انت قبل هكا هي قبل هكا تقول فيه في وجهي. صح عليك يا مدام. برا امشي برا وصلها ما يسالش. اسحبني مع التاكسي هتان اسحبني زبون هارب. يا عزبكش قال لي هي قبل هكا عيني في عين ويقول لي هي قبل. صح عليهم مش قلت لك يا حاسة نطلعوا الفوق نرتاحوا ونبردوا القاينة بعد ما هبط يشد لك تاكسي. لا 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 يا وليدي ما تخليهاش بيا شيلني يا وليدي احسبني ميمتك الكبيرة. ربي يرحم والدي تعيط ودي. باه باه المرة هذي مش نشيلك بالحق أصلا. صرت عند تاكسي برق. يا اسبكشي نسيتك تخاف روحي يا الحاج. مش انا وجه الناس